لا لا خليها مفصوله، خليها مفصوله. خش يلا على التفحيط، يلا بص بص شوف التفحيط، يلا تفحيط سعودي. لا 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 لا. اخباركم يا شباب، معاكم محمد جمال من قناه العميد، وحلقه دي النهارده في لعبه ذا لونج درايف. في البدايه لو انت جديد ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، بصوا صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الحلقه اللي فاتت لو تفتكروا كده في اخر الحلقه لبسنا في عمود وعملنا حادث شنيع، زي ما انتم شايفين العربيه حرفيا اتبهدلت مننا وطلع عينيها، وانا ماشي دلوقتي شفت السفينه اللي ورا دي فقلت اروح لها لان العربيه فيها زيت فيهاش بنزين، حتى انا كمان ركبت الماتور الجاز عليها عشان اقدر امشي المسافه دي كلها. وللاسف الدنيا كانت مظلمه عليا لدرجه ان انا تهت جامد في الصحراء، لحد الان انا معرفش الطريق فين. متخيلين العربية ماشية وما فيهاش زيت، فلذلك العزم بتاعها ضعيف، فربنا يستر وتقدر توصلنا. وزي ما انتم شايفين شكل العربية بعد ما لبسنا في العمود، انا انبهرت بصراحة، ايه يا ولاد اللي حصل ده، في ايه بالظبط؟ يا رب بس توصلنا هناك. فاكرين الاتوبيس كان غول في الصحراء، كان بيطير فيها، حتى الراديو اللي هنا اختفى. وبصراحة زعلت جدا لما اكتشفت ان ده مش سي فور، اكتشفت ان هو طلق شوتجان. اه والله العظيم زعلت جدا 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 جدا، اللي هو انا بقول ياه انا كنت بشوفها بفتكرها سي فور، اتاريها طلق شوتجان. طبعا الشوتجان معروف ان هو قوي جدا وبيضرب وعنيف قوي. املي في السفينه اللي هناك دي ان شاء الله نلاقي فيها البنزين والزيت، دول اهم اتنين انا عايزهم ضروري ضروري ضروري، علشان دول من خلالهم هنحط الماتور الثمانية سلندر ونطير يا معلم وسط الصحراء. وانتوا عارفين الماتور الثمانية سلندر على البيك اب بيبقى ايه. حطيت مود ورا زي ما انتوا شايفين، المود اللي هو الخطاف ده شايفينه اللي طالع من تحت اللوحه ده، ده اللي هو تقدر من خلاله تسحب بالعربيات. طبعا واحد يقول لي يا عم ميدو ما هو الخطاف ده موجود في كل العربيات. لا لا لا، موجود في كل العربيات عدا العربيه دي. في عربيه اختي دي بالظبط اللي هي الجوز فاكون اختها، بس اللي هي الاربعه راكب وكده، اللي هي الملاكي بمعنى صح، فيها الخطاف ده، لكن دي ما فيهاش. ايه ده، كاني شايف هنا حاجه هناك. اوف، محطة بنزين. طبعا لا معانا اسلحة ولا معانا لوت ولا معانا اي حاجة، يعني حتى اللوت اللي معانا خفيف، الاكل والشرب ها بعافية كويسين، يعني ماشي الحال. العربية بدأت تتقل والسخونية بتاعتها شكلها ايه، بس الحمد لله يعني ما اعتقدش ان هي هتسخن، لان هي لو فيها سخونية كانت هتلاقيها مطلعت كوم بخار المية. حطيت لايك واشتركت في القناة، انزل حط لايك بعد اذنك، يلا انجز انزل حط لايك. ايوه اشترك بقى في القناة جدع حبيبي، يا حبيبي اشترك في القناة. لا اله الا الله، العربية وقفت هي، الله يسامحك عشان ده كله ما حطيتش لايك. عارف لو انت حطيت لايك كانت مشي. انا بقى نحاول نوزن العربيه دي يا شباب باي طريقه، هي خلاص كده جابت اخرها، العزم فيها ضعيف جدا عشان ما فيهاش زيت. ها اشتركت في القناه حبيب قلبي، يلا بقى خلينا نشوف احنا هنعمل ايه. بالعافيه بتطلع بالعافيه. على فكره انا جه في بالي حل دلوقتي، عارفين لو وقفت تاني الحل ده ان شاء الله هينفع، وهو ان انا هزق العربيه. ايوه هنزق العربيه، عايزين بالمره احنا جوه السفينه نبدا نظبط الصندوق بتاع العربيه ده، عايزين نرتبه كده عشان يبقى بس في لوت كده وفي جراكن وبراميل مرصوصه، لانك لما تكون رص الحاجه كويس بتلاقي الدنيا معاك سهله. ها هتطلعي ولا ايه؟ يا على السفينه حجمها كبير قوي. في حركه جديده كده اكتشفتها وانا قاعد بخربط في اللعبه، بص لما ادوس كيو افضل مثبت ايدي على الكيو، بص شوف اللي بيحصل، بصوا اقدر اتحكم في راس اللاعب، يعني اخليه يرجع ورا ويطلع قدام والكلام ده كله. ايه معقول الرجوع ورا هيخلينا نرجع؟ لا والله ما هينفع، خلاص كده العربيه دي خلاص. الحل الوحيد ايوه، ها انا اقول لكم ايه هو الحل بقى، عشان يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله، والله هو ده الحل الوحيد صراحه. رجل اللاعب اقوى من العربيه بكتير، انا مش مصدق بصراحه. اوه القله اللي احنا اخدناها من بيت الرعب اتكسرت، لا حول ولا قوه الا بالله، ما اعرفش ايه لازمتها القله دي، كنت عايز اخدها كده احتياط اسيبها معايا بتاع، نحط فيها جبنه قديمه عشان ناكلها، فاهم انت الحوار ازاي؟ لا 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 لا، رايحه فين؟ رايحه فين؟ رايحه فين يا بابا؟ لا انا اتعلمت قبل كده، قبل كده فعلا كنت عملت الحركه دي والعربيه سابتني وجريت. تخيل بقى شوف كان هتجري مسافه قد ايه تحت، يا اما تجري وراها بقى يا اما تعيد من الاول. طبعا انا مش مستعد ان انا اعيد من الاول، لان احنا بقالنا فتره جامده ماشيين. خلاص احنا وصلنا يعتبر، اركب العربيه خش هنا. ايوه الحمد لله وصلنا وصلنا، يا رب تدخل بقى. تقدر تدخلي؟ ايوه 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 الحمد لله، بس كده 100 100. افصلي بقى، ايوه نور لي بقى الكشاف الداخلي، ايوه اهم حاجه يكون منور. هات لي برده الكشافات الداخليه عشان لو الدنيا ليلت علينا يبقى احنا معانا ايه كشافات كده منوره احتياطي. خلينا بس نحط الكرسي ده هنا، عايزين كده نروق. انا نور كده الكشاف ده كده، لا 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 حط الكشاف ده كده، ايوه خليه كده ايه منور لنا، الله ينور. طيب دلوقتي نبدا نبص على البراميل. انا اول حاجه محتاجها جاز وزيت، دول اول اتنين محتاجهم.
سيبك من الديزل عشان احنا معانا برميل ديزل اصلا. ده جاز مع زيت، الحظ ده. ده ديزل 20 لتر ديزل، لا اله الا الله. منحوس منحوس، ده كحول. ممكن نحطه مكان الميه بتاعه الريداتير. ديزل فاضي فاضي فاضي. ايه ده، البراميل فاضيه. لقينا 40 لتر زيت. الله، هو ده المطلوب اثباته. الحمد لله الحمد لله، في بشير خير بشير خير. بقى بص بقى، احنا عايزين بقى شويه يعني جاز بقى. يا نهار ابيض، ده خليط، ده جاز ديزل. يا افتكرته جاز. زيت تاني كويس، لقينا زيت تاني. بتاع ده شكله فاضي عشان خفيف كده. لا والله في كحول. في حد فيكم قال لي حط الكحول مع البنزين، بيزود الحرق يعني، بيخلي العربيه اسرع وكده. فده اللي انا هجربه لو ما لقيناش الجاز ان شاء الله. هنروح مجربين كده الكحول، لو نسبه الحرق فيه عاليه يبقى 100 ديزل تاني. يا عم ايه حكايه الديزل الكتير دي؟ هو انتوا مش ناويين لنا برضو؟ يا نهار ابيض، ده ايه ده، ديزل؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هو شكلنا كده هنمشي بالديزل يا شباب، شكلها كده. فخلينا بقى نفضي كده بما ان احنا معانا الديزل بقى وخلاص. هنعمل ايه طيب؟ هنا 9 لتر ديزل وهنا لتر و30، خلاص هنعمل ايه؟ يمكن يلاقي مركب نروح له ويبقى فيه الجاز. بس بصراحة غريبة يعني، معقولة وقت ما الاقي خلطبيطة بين ما انا اقول لكم على حاجة حلوة. استواني ثواني، والله اقول لكم على حاجة حلوة. استنوا استنوا، انا هفضي التانك ده تاني وهنجيب الخليط اللي بين الزيت والجاز ونجربه، يمكن يخلي العربية تشتغل عادي، صح؟ يمكن، ليه لا؟ خلينا نجرب. بسم الله، اهو وصلنا. تعالى تعالى، اصلا احنا معانا كتير فمش فارقه معانا انت. ايوه تعالى حبيبي، ممكن تقعد هنا بس، شبك هنا. ايوه خليه فضي كده كل اللي جواه. خلينا نفك التربو. في حد فيكم قال لي ركب التربو بحرف الاف بدل ما تركبه بحرف الجي؟ خلاص هنجرب. ده تير مليان، دي حاجه ممتازه جدا. خلينا نفضي ده. ده بصوا شايفين في 94% ديزل، يعني انت تخيلين حاطين التبريد بتاع الماتور ده ديزل. لا كده اصلا عمره ما هيمشي. فخلينا نفتح البتاعه دي، نقلب كده، خلينا نكب اللي فيه ده. خلاص كده كبل او زي الفل. هات لي بقى الخرطوم ده كده، اقفل التانك ده ارميه هنا دلوقتي. وكنا عايزين واحد من التانكات اللي فيها جاز وزيت مع بعض، ولكن قبلها خليني املى الماتور التمانية بتاعنا زيت. فاكرين لما مالينا بتاع الزيت على الاخر ما كناش قادرين نشيله؟ كان نفس الماتور التمانية سلندر ده ياخد 10 لتر زيت عشان يعني يستحمل حراره والكلام ده كله، اصلا هو كده كده بيقعد ياكل في الزيت. نبدا نجيب البرميل. ايوه ده اللي فيه، بس الجاز فيه هنا قليل جدا. متهيألي انا كنت شايف واحد الجاز فيه اكتر شويه. ايوه ده فيه نسبه الجاز بنسبه 45%، كويس وتقيل قوي. ده شكله كام لتر ده؟ ده 57 لتر. يا نهار ابيض، تفتكروا لو حطيناه في التانك هيشتغل؟ خلونا نجرب كده. طيب خلينا نشوف كده هيشتغل. اشتغل بس بيفصل، واخدين بالكم؟ شايفين ضعيف جدا، فمش هينفع للاسف. طيب بالمره كده واحنا قاعدين، خلينا نبدا بس نظبط كده في السريع العربيه بتاعتنا من جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اصلا عاملها بشكل عشوائي مؤقت، لا فانا قلت لا خلينا ارتبها دلوقتي عشان بالمره نظبط الكشاف بتاع العربيه. خلينا افصل برده الكشافات دي، انا ما اعرفش ايه نظامها، هل هي بتخلص شحن عادي ولا لا. بس الكشاف ده انا عايز احطه برده ايه، ان هو ينور على كمينه العربيه، هيبقى شكله احسن بكتير، مش كده ولا ايه؟ اكيد طبعا. اتمنى ان احنا نلاقي حديد برده في الحلقه دي عشان نعمل الفكره اللي انا قلت لكم عليها المره اللي فاتت. عايزين برده نظبط الجراكن دي، جيركن زيت على جيركن ما اعرفش ايه على وان شاء الله نلاقي جيركن بالمره واحنا ماشيين عشان نبدا يعني ايه. لازم يكون معانا بالظبط حوالي 4 جراكن 5 بالكتير، ده لازم يكون معانا. طيب اول حاجه خلينا نرتب الجراكن، شكلهم لطيف ازاي. لازم تبقى الحاجه كده. انا صراحه الباب ده نفسي اشوف هل الحاجات تقدر تثبت عليه عادي ولا لا. نفسي يعني مثلا لو ده يتحط هنا ويبقى ثابت يبقى جامد. اوه لا ده ما بيثبتش، افتكرته ثابت، انبهرت، قلت اوه ماي جاد. انتوا تعرفوا ان انا قلت لكم في الحلقه اللي فاتت نلون العربيه لون احمر ولا برتقاني، وما شفتش حد كاتب تعليق بلون العربيه، او حتى مثلا نحطه ورا السواق هنا هيبقى كويس برضه، بحيث مثلا نيجي ننوره. ايوه ينور اهو 100 100. ايوه زي الفل كده. ممكن نزقه كمان سنه برضه بحيث مثلا ايه يروح كده في الاتجاه ده. ايوه ده اللي انا عايزه، ده المطلوب، علشان بس ايه ينور لنا على الصندوق اللي ورا، عشان لو حبينا مثلا نعمل حاجه بالليل ولا الكلام ده كله يبقى يكون موجود. القفص ده انا مش محتاجه في حاجه دلوقتي، ولكن بما ان احنا كده كده جوه العربيه فخلينا نثبته فين؟ في الجزء ده كده فوق الكاوتش بالظبط. ايوه هنسيبه كده احتياطي عشان بس نبدا نحط فيه الفرش والحاجات دي كلها عشان يتلموا بس. اوبا، شفتوا الحركه اللي حصلت دلوقتي دي بسبب الكاوتش، يعني ما طلعش الاتوبيس بس. خلاص خلاص احنا اسفين اسفين اسفين، هنشيل كل حاجه هنشيل كل حاجه. خلاص خلاص يا عم، ده اللي بهدلنا يا عم ولا حاجه. خلاص خلاص احنا اسفين 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 يا صلاح، والله احنا مش قصدنا حاجه والله. احنا هنحط الصندوق ده فين؟ ممكن نعلقه في الباب هنا من ورا، يعني مثلا ايه افتح كده الباب، هنروح حاطينه فين؟ هنا كده في المكان ده. ايوه في المنطقه دي، نستغل مساحه بمعنى صح زي ما انتوا قلتوا. نحط بقى فيه الفرش بتاع بقى، اتقلبنا اتشقلبنا لفينا في الهواء، هم خلاص ثابتين هنا. بس الخوف كله بقى لو الباب اللي ورا ده طار، يا نهار ضحك، هيبقى ضحك السنين. انتوا تعرفوا ان انا كل مره بنسى ان الجيركن اللي احنا بنملاه ده بنسى ان هو 20، دايما بكون بفكر ان هو 10 بس، يعني مساحته كبيره مش صغيره. دايما بقول لا لازم اخد معايا برميل. طيب بعد اذنك
ادخل كده ايوه خليك هنا بس. يا سلام بقى لو نلاقي النسخه الصغيره منه، ياه هيبقى جامد. يلا بقى عشان نبدا نتحرك كده، نحط دي اخر حاجه هنا. دي ممكن كنا نستعملها كرف، دي برضو ممكن لو الكرسي اتحط فوقها يثبت يبقى 100 100 عشان برضو ايه يبقى فيه مساحه. ثبت؟ معقوله الكرسي ثبت؟ طيب عاش. شفت دي لما تتقفل؟ الا الحاجات دي ثبتت كده خلاص. حط التربو بحرف الاف برضو زي ما انتوا قلتوا اهو، بس انا عايز بقى ايه اخلي راسه مرفوعه كده لفوق برضو، يعني ايه كانه راكب بالظبط على الشكمان بتاع. ايوه هنا كده ركب صح، يعني لو العربيه اشتغلت هيدور. خليها طيب شغاله شويه تسخن. نبدا نتحرك. بسم الله الرحمن الرحيم. كده معانا 5 لتر. الكشاف احنا حاطينه هنا. ايوه ينور لنا. يلا بسم الله توكلنا عليك يا رب. بسم الله بسم الله بسم الله. كده خلاص بقى الماتور ده بقى فيه فل زيت وفل بنزين وفل ميه وكل حاجه. الله الكرسي ده ايه ده بقى يا معلم؟ تقدر تنام يعني، مش لازم تقف يعني، خليك نايم حتى. نام بس. ايوه ايوه كده ثابت تمام زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اخدتش بالي من الحته دي. ها حطيت لايك ولا لسه؟ انزل حط لايك واشترك في القناه حبيبي. انت كده حبيبي لما تحط لايك وتشترك في القناه انت كده حبيبي. المهم خلينا نبدا نتحرك. ايوه كده العربيه بقت جامده اهي. المعاناه الثانيه بقى، اين الطريق؟ طيب هي البنزيمه اللي احنا كنا شفناها دلوقتي فين؟ بصوا انا شايف في برج هناك، خلينا نروح له ومنها نشوف كده البنزيمه دي فين وايه اللي فوق ده. بس انا حاسس ان الطريق في الاتجاه ده، انا عندي احساس فعلا في الاتجاه ده. احنا راجعين بقى هنمشي في الاتجاه ده، اصل احنا لو فضلنا ماشيين في الصحراء كده كتير هنتوه طبعا. انتوا عارفين طبعا مفيش اكل ولا شرب او الكلام ده، دي طبعا مشكله كبيره. نطلع نشوف ايه اللي فوق العمود ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه لقينا ايه بقى هنا فوق بقى؟ ده ايه ده يا معلم؟ اوه جاز وزيت. برضو مش هينفع العربيه رافضه الموضوع ده. الكشاف ده طبعا مهم جدا ناخده معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. موت افتكرتني موت. بما ان في كشاف في العربيه فاصل هنا فخلينا نحط دي هنا كده، نحاول نثبتها عليه هنا. اتمنى بس ان هي تثبت. تخيلوا لو الكبوت بتاع العربيه من قدام او الماتور عادي الحاجات تثبت عليه، هنثبت عليه حاجات كتير. لا لا شكل ما فيش اي حاجه بتثبت عليه ده. بصوا انا عمو هسيب الكشاف ده كده منور تحت احتياط. صحيح نبص برده على البنزيمه اللي احنا شفناها من هنا كده من فوق البرج، يمكن نلاقيها ولا حاجه. والله يا شباب انا ما لقيتش اي حاجه للاسف. يلا خلينا نرجع واحنا زعلانين بقى للطريق، نتمنى ان احنا نلاقيه. دي السفينه، انا كنت شايف السفينه دي وانا ماشي على الطريق، كنت شايفها من الجنب. احنا هنمشي بالظبط في خط مستقيم بحيث يكون اتجاهنا في نفس الجنب بتاع السفينه. احنا ماشيين بسرعه والتربو حاسه ما اشتغلش. ليه كده؟ ليه كده يا عم التربو؟ اشتغل يا عم التربو. يا نهار ابيض ده الكشاف مش ثابت، شفته؟ افصل بقى العربيه. لا لا خليها مفصوله، خليها مفصوله. اوه شيت مان، يا نهار ابيض ده الماتور طار. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض، انا محسود والله. شايفين اللي حصل في لحظه؟ ايه اللي حصل؟ يا نهار ابيض. كويس ان احنا معانا ستبن كويس، بس هيطلع ازاي الاستبن ده؟ مش عارف. ايوه طلعه طلعه. يا نهار ابيض كاوتش برضو لقدام طار. طيب طار راح فين ده؟ مشكلة العربية ممكن ما ترضاش تمشي. العدادات طارت برضو. طب خلينا نحاول كده نفك ونزق العربية احنا بايدينا كده نشوفها تتزق. ايوه بتتزق اهي كويس كويس. يلا 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 يلا. العربية دي معاناة والله يا شباب، معاناة. ايه بقى اللي طار معانا؟ الكاوتشين طاروا هنا والاكسدام اللي ورا. طب يا رب يكون على قد الاتنين دول بس، ما يكونوش على قد حاجة تانية. ايوه خليني اركب الكشاف ده هنا برضو. حلو كده ناقصنا عداد تاني. نقعد بقى طول الرحله بقى او طول الحلقه نقعد نجمع بقى في العربيه دي. والله هو كده، هي العربيه دي مشكلتها في كده، في كل مكان سريعه بس مشكلتها في كده، تخبط لو قدامك حاجه مش هتلحق اصلا ان انت تلحق نفسك، فاهمني؟ فهتروح داخل فيها بقى بما يرضي الله طبعا. عداد السرعه طار، معرفوش فين، ممكن يكون معانا في الكابينه جوه انا معرفش والله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا الله يعوض علينا، كده كده اصلا العربيه دي عايز عربيه. بص انا هفصل بقى الماتور عشان نوفر الزيت والبنزين، لان اصلا العربيه دي طول ما هي ماشيه زي نظام الاتوبيس بالظبط، تقعد تاكل في البنزين، تاكل تاكل فيه تاكل فيه تاكل فيه، فخلينا لا فاصلينها احسن. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. انا صراحه عايز ادوس بنزين، عايز اطير. ايوه سخنت سخنت سخنت، ربنا يستر ربنا يستر ربنا يستر. ايوه خلينا فاصلين بقى العربيه كده وماشيين، ربنا يستر. خلي التركيز مليون، انا حاسس ان الطريق هيبقى بعد الجبل ده ان شاء الله، بعد الطلعه دي ان شاء الله ان شاء الله.
لو ما لقيناهوش نستنى الدنيا لما تليل وساعتها نبص بالمنظار وان شاء الله نلاقيه. بس الخوف كله من الصحراء من الكائن الفضائي، ان هو اصلا احنا معانا عربيه، يعني لو الاتوبيس سهل بتقفل على نفسك يقعد يرزع بقى يمين وشمال ممكن ما يطولكش، لكن العربيه اكيد هيطولك، انت هتلاقي ايده داخله كده جوه كمان. ربنا يستر يعني. يا رب. سامعين صوت التربو؟ مش قادر يقوم، مش قادر، بيقول اديني هوا، مش لاقي هوا. معلش معلش استحمل بس، طلعنا من هنا بس. شايفين؟ يا نهار ابيض على الرعب. وبعدين انا حاسس ان احنا بعدنا مسافه كبيره قوي عن السفينه، ما اعتقدوش ان هو بعيد ده كله يعني. السلام استغربوا العداد بتاع العربيه دي 220 او 250 حاجه زي كده، طيب ليه هي بطيئه؟ ولا مثلا ممكن تكون الفولجس فاكون اللي هي الاربعه راكب بقى الملاكي منها، ولا ممكن تكون العربيه الملاكي منها هي اللي فعلا اللي سريعه عشان هي ملاكي يعني وكده، لان التاني اصلا بتمشي برضو بالبنزين. فحد فيكم قال لي حط كاوتشات كبيره؟ شوف انا دايما بشوف تعليقاتكم وبشوف نصايحكم، اكتر الناس نصحوني بالكاوتشات الصغيره، اصغر كاوتشات، لان كل ما الكاوتش بيصغر كل ما العربيه بتبقى اسهل. فانا ما اعتقدش ان انا هركب كاوتشات كبيره. وتاني حاجه الكاوتشات الكبيره اللي هي الاكبر من دي على طول، والكاوتشات الاكبر منها دول بالذات هيخلي العربيه تتقلب مننا. تاني حاجه انا ماشي دلوقتي وحاسس ان انا شفت حاجه كده هناك، نضرب فرامل، شفت بقى الحركه دي؟ ايوه دي حركة جديدة اكتشفتها. بس انزل بقى تاني، ممكن نطلع تاني كده ثواني. والله حركة حلوة، نقعد نبص كده من فوق العربية. اه طريق اهو، الله اكبر، لقينا الطريق. وات ايه ده؟ بالراحة بالراحة. بالراحة يا بني ادم بالراحة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نور الداخلية دي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايوه الحمد لله الكاوتش موجود هنا، الريديتير والكاوتش طاروا، بس مش مهم، بسرعة نركبهم يا رب. بسرعة بسرعة، أنا سامع صوت، سامع صوت يا شباب، سامع صوت. أو أو والله أنا شكلي خوف أصلا في الضلمة، أنا خايف والله يا شباب، الدنيا رعب. وأنا لو طفيت الكشافات هشوف حاجة؟ يا نهار رعب، ده الدنيا إيه، كحل؟ لا نورها بس كده. والله يا شباب الدنيا كحل فعلا، احنا قلنا بالليل هنعرف نشوف الطريق، الدنيا كحل، انا مش شايف اي حاجه. اراهنكم لو حد شايف اي حاجه خلينا ننام ونصحى الصبح احسن. يا ليله الليل يعني، النهار نزل. ايوه الطريق اهو. يا لهوي، يعني احنا كنا ماشيين صح بس تقريبا من الخوف احنا حودنا ولا ايه؟ معرفش، بس خلينا نلحق. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا الطريق فين؟ هنفضل ماشيين اهو. ايوه هو ده، دوس. والله لا دوس، مش هقف مش هقف، هحاول بقى ان احنا ندوس نوصل بسرعه للطريق يا عم، يبقى امان. نشوف بقى الناس وهي ماشيه في الطريق، هنحس بالامان اكتر ان شاء الله. الله اكبر، خش يلا على التفحيط يلا. بص بص شوف التفحيط يلا، تفحيط سعودي. اتفرج يلا على التفحيط يا، اتفرج يلا على التفحيط يا. ايوه يابا هو ده التفحيط، ولا بلاش، بحب البيك اب دي موت عشان التفحيط بتاعها. شوف 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 طفحتها جامد. بس شايفين برضو المركب بينا وبينها مسافه كبيره، تخيلوا يعني انا ماشي ده كله علشان بس اروح اشوف فيها جاز ولا لا، بس ان شاء الله نلاقي مركب تانية يبقى فيها جاز. بس 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 المفروض انا اليمين. اه المفروض بقى ناخد كده نمشي في الاتجاه ده. اوه ده الطريق اللي احنا عملنا فيه حادثه المره اللي فاتت، تصدقوا ممكن نلاقي فيه الكبوت بتاع العربيه واحنا ماشيين. خلينا نبص بقى على الاتجاه اليمين ده، لان احنا لبسنا في عمود هنا. هو الكبوت طر مننا امتى، قبل ولا بعد؟ قصدي في الحادثه الاولى ولا الحادثه الثانيه؟ ايوه خش دوس. بس اللي انا مستغربه فعلا مفيش حد هنا ماشي في الطريق ده. مش عايز البس مش عايز البس. المشكله التحكم صعب، انت كمتفرج يهيئ لك ان يعني التحكم سهل، لا 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 صعب جدا. انا بحاول احود وانا ماشي على سرعه، بحاول احود اللي هو ايه سنه بسيطه علشان ما البس. يعني الحلقه اللي فاتت في اخر الحلقه اللي فاتت لما لبسنا كان غصب عني، العربيه رايحه للعمود، بحاول احود يمين او شمال مفيش، هي داخله في العمود ما تفهمش في ايه. بس بص السرعه، الله لو التربو عامل شغل. بصوا البتاع بتزيد كمان، ثابتة على السبعة. حلو 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 حلو. السلام عليكم، خش يلا الطفحيط دي، الطفحيط ان احنا وصلنا يعني، العربية فرحانة. ايوه ايوه ياه، المقطورة اللي يا ريتنا ما شبكناها ودي اللي خلت الاتوبيس يختفي. يا تخيلوا يا جماعة لو يعملوا مود كرفان بنفس المقطورة دي. شباب معذرة التصوير وقف مني بسبب المساحة، بس أنا حبيت أتأكد قبل ما أتحرك من هنا واكتشفت الحمد لله على آخر لحظة. المهم أنا دورت في البنزيمة والكلام ده كله، لقيت باب العربية ده أخدته منه، ولقينا الجاز ده أخدناه، خدنا كاوتش العجلة ده، ولقيت المسدس ده. دخلت هنا ما لقيتش أي حاجة غير ريديتر قديم، العربية دي برضو لقيناها وقلت هاخدها، بس رجعت في كلامي بسبب إن هي بصوا هي
حجمها كبير، يعني هي نفسها من جوه اكبر من البيك اب، بس حسيت سواقتها مش هتبقى حلوه زي البيك اب، وفي نفس الوقت لو انا حبيت ادخل هنا ازاي هدخل؟ معرفش بصراحه. فشايفين اصلا المساحه دي ورا كبيره جدا، خاصه وانت قاعد هنا برضو هتحس ان انت كده ايه مالك الدنيا، بس شايفين الكاوتشات دي اي غلطه هتروح قلب العربيه بينا، فمش هينفع اخدها معايا للاسف. دي ايه؟ دي حديده. اوه سيف، لقينا سيف تاني، مش مهم خلينا نحطه هنا، يعني جايز نحتاجه او حاجه زي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا خلينا ننطلق. بسم الله توكلنا عليك يا رب. طبعا الناس اللي اول مره تتابعني ومش فاهمه ليه الجو اتغير كده فجاه، ده مود يا شباب، انا حاطط المود ان هو يبقى نهار على طول، واول ما الليل يجي الدنيا تليل على طول. ليه؟ لان ببقى رخمه بقى موضوع العصريه وبعدين المغربيه وبعدين بالليل، ده بيضايقني كده وانا ماشي وبخلي جوده الفيديو وحشه. اتمنى ان احنا نلاقي محطه بنزين ثانيه غير دي، بحيث انه احنا نقدر نلاقي فيها جاز او الكلام ده كله، او حتى نلاقي مركب يا اخي، الاقي مركب بس. حتى في ناس بتدخل عندي في التعليقات بتقول لي اسم اللعبه ايه وشكلها عامل ازاي. اوب 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 اوب، شايفين اللاج؟ شايفين اللاج؟ شايفين اللاج؟ شايفين اللاج؟ يا نهار ابيض، ايه ده؟ هي فكت ليه كده؟ الله اكبر الله اكبر، ايه ده ايه ده ايه ده؟ في ايه في ايه في ايه في ايه في إيه؟ انتوا عرفتوا اللاج اللي حصل ده من ايه؟ بسبب كاوتش العجله ده، ما كانش ثابت كويس. لا يكون اللاج اللي كان بيجيلي في الاتوبيس بسبب ان كان في لوت مش ثابت. اه والله ممكن، عشان كده. معقوله؟ ايوه والله صح، مش بعيده. بس تحس يا جدع كده وانت ماشي في المكان ده، تحس ان انت فعلا في مكان مقطوع. يعني انا بحس الاماكن اللي ورا والحاجات اللي ورا، ايه ده؟ والاكسدام بتاع العربيه راح فين؟ الاكسدام طار يا شباب. عموما انا بحس، لا ما تحسش تاني، خلينا ننام يا شباب ونصحى الصبح احسن لنا، عشان بس ايه ما نتسوحش. المره نعمر السلاح، ايوه تمام كده. يلا بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. احلى حاجه ان انت تنام تصحى الصبح تلاقي كده ايه، الشمس طالعه على طول. يا سلام، عارفين لو الواحد يقدر يخلي الدنيا نهار على طول 100 100، او حتى يطول النهار شويه. اصل النهار ما بيطولش، تحس النهار كده مثلا بياخد له بالظبط 5 دقايق وليل، والليل بيجي 4 دقايق ويطلع، فالموضوع بيبقى رخم قوي. كان نفسي يضيفوا برده هنا بحر وبتاع، عشان لو الواحد بس حب يصيف والدنيا دي كلها على السرعه الجامده. يابا خش يلا على السرعه يلا. لا والتربو عامل شغله، شايفين العداد؟ العداد بصوا لافف، سبحان الله. يعني الحاجة الوحيدة اللي طلعنا بيها هنا هو عداد الاتوبيس. الاتوبيس اختفى وخد عداد العربية وساب لنا العداد بتاعه. يا ليلة بيضة على السرعة يا جدعان، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ربنا يستر ربنا يستر. والله حاسس ان انا هاخد لي كف في وشي دلوقتي، يا اما من العمدان، يا اما في حاجة هتطلع في وشي، يا اما العربيه هترمي، يا اما هتزحلق، معرفش ربنا يستر. بس بصراحه جامد. عارفين كنت اتمنى الطريق ده يكون موجود فين؟ في لعبه محاكي الشاحنات. الطريق المستقيم ده بيبقى جامد جدا في محاكي الشاحنات، رهيب، تمشي فيه بكل سرعتك وانت مطمن ان الشاحنه مش هيحصل لها حاجه. انا شايف حاجه على شمالي ومن غير ما اعرف ايه هي انا هدخل لها على طول. الله اكبر، بص التفحيط يلا. ايوه يابا خش على التفحيط، احنا هنا ملوك التفحيط. رسالة لكل واحد خليجي سعودي كويتي كده، اتفرج على عم ميدو ابو فحط، انا مفيش زي في التفحيط. يا ليلة الليل يا مليل، اوبا ربنا يوعدني ربنا يوعدني يا رب. يا جماعة دعوة والنبي دعوة دعوة دعوة، ربنا يرزقني بدريكسيون كده نضيف للعربية. يا سلام، بيت ده بيت من غير ما اشوف. اه انتوا عارفين بيت ايه ده؟ انا مش عايز اروح الصراحه، بيت الرعب. خلاص خلاص مش عايز اعدي عليه، لا 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 مش عايزه مش عايزه، ما فيهوش اي حاجه مفيده، ما فيهوش اي حاجه مفيده. ايه الواد ده طلع له حبايه في عينه ولا ايه؟ اه ده عينه طالعه بره. لا 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 سيبك منه سيبك منه يا عم، مش عايز اروح انا، انا مش عايز اروح صدقني مش عايز اروح. بس حط لايك، اه حط لايك بس واشترك في القناه يا عم. والله مش عايز اروح انا بيت الرعب، ما تقوليش روح، انا مش هروح، ما تقنعنيش خلاص. بيت الرعب اصلا فاضي، كان نفسي اخد منه السكيلتون وخليه يقعد جنبي، بس لقيت الحوض بتاعه طالع فوق نازل تحت، قلت لا، خفت اللي يعمل الجليتش زي ما عمل الواد اسمه ايه ده، سحسي بومب ده ولا اسمه ايه، الله يسامحه، ده اللي سرق الاتوبيس زعتر وسرق مرعي. يعني طب سيب لي مرعي يا عم، سيب لي مرعي. اخذ الاتوبيس، ايه ده؟ هو ده بنزينه؟ اوه صدق فرامل العربيه دي حلوه. انتوا مش ملاحظين ان مفيش زومبي؟ مفيش الراجل التاني ده بيطلع، هو في ايه؟ الناس فاضيه ليه كده؟ والله تحس ان الكيلو اللي احنا ماشيين فيه ده مفيهوش اي حاجه. الله لقينا حدتين هنا، طب كويس. بشاير بشاير، اخ
كل ما اشوف البتاع دي دمي يتحرق. تعالي كده اعمل ايه بقى هنا؟ خليني اطلع اخواتها نملى كده ايه ذخيره، نخليهم كلهم في علبه واحده. طيب تمام كده اهو بقى معانا 12 طلقه هنا، في طلقه واحده هنا بس انا خلاص مش محتاجه، ما اعتقدش كده في حاجه تانية مش كده. طب كويس كويس كويس، هو اهم حاجه الحديد ده ان احنا لقيناه وخلاص. بصوا هنا بقى عشان نمخمخ له بعدين ان شاء الله. عارفين لو الحركه اللي انا قلت لكم عليها دي ظبطت، يا سلام العباية دي تبقى جامدة. أنا معرفش الصبارة دي اللي جايبها هنا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نبدأ نتحرك. ثواني كده بالمرة قبل ما أنسى، شوف بس البنزين بتاعنا. طيب حلو، الاستهلاك مش عالي برضو، بس في حاجة هنا شفتها ورا اللوحة دي، أنا كنت مفكر دي حديدة بس أهو لقينا هنا حاجة. فيك إيه يا كبير؟ أوه لتر ونص جاز يا عم، حلوين. نلاقي بقى زيهم، هنشغل الماتور الثمانية سلندر إن شاء الله، مع إن الماتور ده مش مقصر بصراحة، حلو يعني بيجري أهو كويس ابن الناس، بس 8 سلندر هيخلينا طيران. فاكرين النعامه اللي كان بتجري في الصحراء وبيجري وراها الديب اللي هو بتقول له واتساب داك وتقعد تاكل في ال، لا ده الارنب اللي هي التانية تلاقي رجلها بتلف بسرعه تقعد تقول ايه بيب بيب، ها عرفتوها ولا لا؟ لهو الطريق جامد، يا نهار ابيض، لا 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 خلينا ماشيين في الطريق احسن، السرعه خرافيه. انا ما اعرفش احنا ماشيين على سرعه كام بس احنا حرفيا طايرين. شايفين الطريق بعيد لسه مكمل، يا ليله الليل. لا 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 اتوقع خبطنا ولا لا؟ ها كنا هنلبس لابسه بنت لعيبه، الله يخرب بيت الصبار ده، الصباره دخلت قعدت جنبي. شايفين لو في لود بقى كان مش موجود في العربيه كان طار، بس في عداد وقع انا متاكد. امال ايه اللي وقع؟ مش العداد اللي وقع، في حاجه تانية وقعت، الكشاف بتاع العربيه. يا اخي كشاف العربيه ده متعب، انا بفكر اصلا اخد الكشافات دي احطها معايا في الشنطه. يا جدع ده كشاف الاتوبيس ده، احنا عملنا بيه حوادث الدنيا وكشاف الاتوبيس ما عملش اللي انت عملته ده يا جدع، حرام عليك. يلا يا عم مع السلامه يا عم، بسم الله الرحمن الرحيم. بس الطريق مكمل، بصوا احنا لو ما حودناش مع الطريق مثلا كده ومشينا في خط مستقيم، يعني فضلنا ماشيين كده في الاتجاه ده هنمسك الطريق من هناك. بس انا ما اعرفش الطريق محود ولا مكمل على طول، انا حاسس ان هو محود كده داخل يمين. اه في مبنى هناك اهو شايفينه، تبقى نفس البنزينة اللي احنا قابلناها المره اللي فاتت. اه دي الثانيه اللي عمري ما بلاقي فيها اي حاجه مهمه، بس دي اللي احنا لقينا فيها التربو لو فاكرين. ممكن نلاقي تربو ثاني الله اعلم، ليه لا نفصل. انا اساسا شايف هنا عجله، ايوه نص لتر جاز وفي 2 لتر اويل، اكيد طبعا الماتور بتاع العربيه هتلاقيه خلص على الجاز اللي فيه، قصدي الزيت اللي فيه. ممكن بس بعد اذنك تيجي انت هنا، يعني لو ينفع بس تنزلي تحت هنا في اي مكان بعد اذنك. ايوه اثبتي بس في اي حته. لا 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 مش كده مش كده، لا 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 لا, لا مش عايز افك ده يا عم، انا عايز افك التربو اللي نزله تحت كده. عايزين بس ايه نحاول نحطه بعيد عن هذا البتاع كده. ايوه تمام اه شفته نزل نص لتر، ما ينفعش طبعا احنا نسيبه ينزل نص لتر، لازم نملاه. نظاره الله، شايفين الجو بقى جامد فيها ازاي؟ بس انا حسيت ان الشاشه مضلمه. على العموم دي هنحطها عندنا كده في التابلو كنوع كده من الديكور، يمكن مثلا تيجي النور عالي ولا حاجه يعمينا يبقى هي معانا. انا حاسسها وقعت. ده ايه ده بقى؟ راديو، نايس حلو حلو حلو، حط الراديو هنا يبقى ننضفه بعدين بقى بالسفنجه. احلى حاجه ان انا لقيت الراديو، لان الراديو ده اصلا ورا الكواليس بقعد اسمع عليه وانا ماشي بقى. يلا نبدا نتحرك. هتتحرك فين يا عم؟ احنا نسينا بس شويه الجاز دول نحطهم في البرميل، قصدي نحطهم في الجيركن بتاع كده الجيركن. شايفين النضاره قاعده فين؟ ايه ده؟ مقطوره 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 مقطوره. خلينا ارجع، بما ان احنا لقينا مقطوره ممكن نلاقي في العمود ده نفسه حاجه مهمه ان شاء الله. ما توقعتش ان هي اللي انا الاقي مقطوره هنا، بس كده معمول لها راست وبتاع تحسها ايه حاجه جامده. يلا يلا خلينا ننزل نشوف ايه. بحب ان تحويت العربيه دي قوي وهي محوده كده. تفتكروا البيك اب هتقدر تسحب العربيه دي؟ اوه عيب عليك، شفت لقينا مسدس اهو في 5 طلقات كويس. عندك برضو هنا في شويه جاز مع كحول، لا مش نافع. كشاف جايز نحتاجه لو يقع بقى هناك، لا وقع بعيد مش مهم بقى، خلينا ننزل. ايوه مش مهم، خلي برضو المسدس ده هنا برضو معانا كده احتياطي، نحطه هنا كده. ايوه خليك احتياطي جوه، والكشاف ده برضو خليه معانا احتياطي برضو عشان في قوانين وصفقات عايزين نعملها كده في دماغنا. خليها برضو نجرب بالمره ان احنا نحاول نسحب المقطوره دي ورانا، جايز نقدر نسحبها ليه لا، نجرب قدره العربيه في ان هي تسحبها. يمكن نحب المقطوره دي وناخدها معانا في كل مكان، مع اني مش مقتنع بيها، مقتنع بالعربيه النقل هي اللي تسحبهم بس، ولكن مش مهم خلينا نجرب. فك كده اه شايفين مرفوعه ازاي، ده بقى اللي انا مش حابه، بس هنجرب نشوف. لو قدرنا نسحب نمشي بقى نمشي، ما قدرناش خلاص نسيبها. انا احيانا بحس العربيه دي دفع امامي مش دفع خلفي. لا لا صعبه الصدقوا يا شباب، صعبه صعبه صعبه. وحتى كمان لو جيتوا تبصوا على المقطوره نفسها نفس حركه الاتوبيس هتلاقيها مرفوعه كده من ورا. في حد فيكم اقترح بقى عليا اقتراح جامد وانا صراحه لسه فاكره دلوقتي فهجربه، قال لي شيل الكاوتشات اللي قدام وامشي على الكاوتشات اللي ورا بس يمكن تمشي معايا. خلينا نجرب يمكن، ليه لا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 مش نافع مش نافع مش نافع، دي ممكن تنفع في الباص ماشي لكن في العربيه ما اعتقدش. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ايه حطيت لايك يا صاحبي؟
حط لايك يا صاحبي، حط لايك عشان المقطع ينتشر ويوصل لناس كتير. يلا يا صاحبي في السريع. يا اخي التربو ده جامد لما يشتغل. لا اله الا الله، احكيت يا عم النور اللي بيقطع ده كل شويه. خلاص خلينا نجري شويه في الضلمه. الجو بالليل ايه مرعب بطريقه خطيره. بس والله السفر بالليل جامد صدقوا. تعالوا كده نجرب السواقه بالماوس. بس انا عرفت امشي بال يعني عرفت امشي بيها يا ريتني ما جربت السواقه بالماوس. والله يا ريتني ما جربت السواقه بالماوس. يا ريتني ما جربت السواقه بالماوس. يا ريتني ما جربت السواقه بالماوس. انتوا اخدتوا بالكم ان العربيه اول ما خبطنا ضربت كلاكس؟ يا نهار ابيض، يا ريتني ما ضربت. الله يسامح اللي قال لي جربها. نظف يا عم، نظف يا عم الدم ده. معلش يا سفنجه انت مكتوب عليكي كده. هندخل بقى ننام بما ان احنا خبطنا كده. عربيتك، اطفي كشافك. ايه ده؟ نور كده كشافك ثواني. ايه ده، هو كشافي فين يا شباب؟ اوبا، الكشاف طار والمرايه طارت وكل حاجه طارت. ايوه الكشاف اهو. حلو حلو حلو، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ندخل ننام، احنا كده كده في امان. افصل افصل بقى كده، اقفل الشباك طبعا عشان انا خايف. ايه ده شباب، شباب ايه اللي بيحصل للعربيه؟ لا 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 لا، استنى استنى استنى. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، في ايه؟ الله الله. Hello everyone, my name's Mido. اشترك بقناتي انت يا عم، ولو ما اشتركتش دلوقتي تخلينا اشعر بالهم. الهم والغم دول بقوا اختصاصاتي، فقلت اموه عن نفسي اوريكم فيديوهاتي.